شاهدتم ربما عودة الصاروخ العملاق ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس إلى قاعدته، لكن ماذا حصل فعليا وما أهمية ذلك؟ ما حدث كان رحلة تجريبية أجرتها الشركة المملوكة لإيلون ماسك وامتدت لمدة 9 دقائق، وتحقق خلالها إنجاز غير مسبوق. فالصاروخ يتكون من طبقة أولى تسمى سوبر هيفي، وتعلوها المركبة الفضائية ستارشيب. والسوبر هيفي هي أشبه بالقاذفة التي تدفع المركبة في الجو، وفي السابق كانت القاذفة سوبر هيفي تنفصل عن المركبة بعد دفعها باستخدام 33 محركا قويا. وكانت رحلة القاذفة تنتهي دائما في البحر، لكن سبيس إكس نجحت هذه المرة في إعادتها إلى منصة الإطلاق. لكن ما أهمية ذلك؟ الأهمية تكمن في قدرة سبيس إكس على زيادة قدرتها على إطلاق المركبات الفضائية بسرعة أكبر وبكلفة أدنى بكثير، حيث يمكن إعادة استخدام القاذفة الثقيلة مرات عدة بدلا من سقوطها وتدميرها. والأهم أن ذلك سيسمح بتسريع حلم استعمار المريخ الذي تطمح له سبيس إكس باتخاذ سطح القمر كقاعدة لانطلاق المركبات. ويعتبر صاروخ ستارشيب الأكبر والأقوى في العالم، وطول القاذفة سوبر هيفي حوالي 70 مترا، بينما طول الصاروخ نحو 120 مترا. برأيك هل سيشهد العالم غزو المريخ قريبا؟